خلونا نبدأ أخبارنا من عند المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اللي أجرى عدة اتصالات مع كابتن جمال عبد الحميد عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة للإطمئنان على الفريق قبل انطلاق البطولة العربية. كابتن جمال عبد الحميد قام بالتأكيد على رئيس النادي أن كافة الأمور بتسير على ما يرام وأن جميع اللاعبين في حالة التزام تام ولديهم إصرار على المنافسة في البطولة العربية. ووجه كمان الشكر على الجلسة اللي عقدها مع اللاعبين قبل السفر واللي كان ليها مردود إيجابي على الجميع. كمان وجه المستشار مرتضى منصور الشكر للاتحاد السعودي والاتحاد العربي ومنطقة الطائف طبعا لكرة القدم على توفير كافة الإمكانات أو الإمكانيات للبعثة، ونقل كمان تحياته لجلالة الملك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد محمد بن سلمان. كمان امبارح يوم الاثنين خاض الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك اولى تدريباته على ملعب نادي عقاز القريب من فندق اقامة فريقنا في السعودية استعدادا للبطولة العربية. الكولومبي اسوري المدير الفني للفريق عقد جلسة مع معاونيه مدحت عبد الهادي المدرب العام وكابتن احمد مجدي وفرادي هيريرا المدربين المساعدين على هامش الميران لشرح برنامج تدريبات استعدادا للمباريات المقبلة في البطولة العربية. كمان شرح المدير الفني الأدوار المطلوبة من معاوني استعدادا للقاء الاتحاد المينستيري المقرر ليوم 28 يوليو الجاري في البطولة العربية. كمان خاض لاعبو الفريق تدريبات بدنيه قويه على ملعب عقاز خلال ميران امبارح تحت قياده كابتن علاء رجب مدرب الاحمال استعدادا لمباراه الاتحاد المنستيري المقبله في البطوله العربيه. ادى اللاعبين الفقره البدنيه في جانب من الملعب باستخدام بعض ادوات التدريب اللي استخدمها طبعا الفريق في الفندق وشارك خلالها جميع اللاعبين بلا استثناء. كمان خضع اللاعبين لتدريبات بدنية قوية في صالة الجيم بفندق الإقامة بقرار من مستر أسوريو. كمان قاد كابتن محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الفريق تدريبات ثلاثي حراسة المرمى محمد عواد محمد صبحي ومحمد نديم خلال ميران امبارح يوم الاثنين. ثلاثي حراسة المرمى خاضوا تدريبات طبعا بالكرة بجانب التركيز على بعض الجوانب الفنية استعدادا للمباريات المقبلة في البطولة العربية. كمان خصص الجهاز الفني للفريق فقرة تدريب اللاعبين على تمرير الكرة من لمسة واحدة خلال ميران يوم الاثنين على ملعب كوز، وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات في وسط الملعب لخوض هذه الفقرة. طبعا ده كان في إطار البرنامج الموضوع وفقا لخطة لعب الفريق. كمان قاد مستر أسوريو المدير الفني للفريق الفقرة الفنية خلال الميران امبارح، وتضمنت هذه الفقرة تقسيمة فنية بمشاركة محمد عواد ومحمد صبحي حارسي المرمى، والمدير الفني كان حريص على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين وتصحيح بعض الأخطاء. كمان ظهر لاعبو الزمالك بشكل فني متميز خلال هذه التقسيمة وكان في منافسة قوية بين الجميع لحجز مكان في تشكيل الفريق في الفترة القادمة. كمان عقد الكولومبي خوان كارلوس أسوريو المدير الفني للفريق جلسة مع التونسي حمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني ثنائي الدفاع خلال ميران امبارح يوم الاثنين،
وكان حريص المدير الفني على منح الثنائي بعض التعليمات الفنية على هامش التقسيمة الفنية طبعا في إطار الواجبات الخاصة بمركزهم، كمان قام بتحفيزهم استعدادا للمواجهة المقبلة. كمان خاض عمرو السيسي لاعب وسط فريق الزمالك تدريبات تأهلية خلال مران الأمس، وأدى اللاعب تدريبات الجري حول الملعب تحت إشراف كابتن علاء رجب مدرب الأحمال في إطار البرنامج المخصص لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في ظل إصابته في الكاحل. كمان تولى دكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الإشراف على جلسة تأهيل لعمرو السيسي بفندق الإقامة، وبيسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات خلال أقرب وقت ممكن.